سادات وسادة، من جديد أرحب بحضراتكم كما أرحب بضيفي في هذا الحوار الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة. دكتور، من جديد أهلا وسهلا. الحقيقة أمامي الكثير من الملفات الاقتصادية بالأساس، نبدأ من النهاية. موافقة صندوق النقد الدولي على القرض المصري، ماذا تعني موافقة صندوق النقد الدولي على منح مصر هذا القرض بهذه الشرائح وفي هذا التوقيت؟ تعني شهادة للعالم بأن الاقتصاد المصري دخل مرحلة إصلاح. بيشهد صندوق النقد أنه في خلال الثلاث سنوات القادمة سيسترد الاقتصاد المصري عافيته وهيكون في وضع جيد جدا، وهذا ما يعطي ثقة للعالم في أن هو مصر لديها اقتصاد واعد ولديها اقتصاد سيستطيع خلال استرداد عافيته والتقدم وبمعدلات نمو جيدة خلال الثلاث سنوات القادمة، بالإضافة إلى أنه جالي احتياطي نقدي، يعني الشرائح اللي هتيجي برضو بسد فجوة تمويلية عندي في الموازنة العامة للدولة. لكن أنا من وجهة نظري أهم شيء في هذا الموضوع هو أنك بتبعت رسالة طمأنة للعالم عن الاقتصاد المصري، وده انعكس في يعني اللي خارج امبارح بالتحديد من جهات دولية بقالها سنين أربع أو خمس سنين ما بتشتريش لا الأذون ولا السندات المصرية. بتقول لا أنا راجعة أشتري الأوراق المالية الحكومية المصرية. زي إيه فندم؟ يعني ستاندر أند بورز طلع امبارح بيان وبيقول إنه الأوراق المالية الحكومية السندات وأذون الخزانة تعتبر أدوات مالية جيدة للاستثمار فيها. فبدأنا نتلقى يعني أخبار عن مستثمرين يرغبوا في إن هم بيحولوا لك عملة صعبة عشان يشتري أدوات الدين الحكومية بتاعتك. فده يعني لما تيجي تبص على مدار الأربع سنين الماضية أو الخمس سنين الماضية توقفوا تماما. طيب والحقيقة لما تسأل وزير المالية سؤال إن هل صندوق النقد الدولي اشترط مجموعة من الاشتراطات الخاصة بعملية الإصلاح الاقتصادي المصري في مقابل حصول مصر على هذا القرض، الحقيقة كان رده إن صندوق النقد الدولي مش بيشترط اشتراطات، ولكن بيشوف البرنامج الاقتصادي لكل دولة ومدى قدرة هذا البرنامج على تحقيق إصلاحات حقيقية تنعكس على المواطن في كل دولة على حدة. أنا عايز بس تأكيد من سيادتك في هذه النقطة، لأن الحقيقة بيتقال كلام كتير جدا في هذا الإطار. بص حياتك، يعني خلينا نقول إنه الفكرة إنه في خلل في هيكل السياسة بتاعت المالية العامة أو في المالية العامة لمصر. متمثل الهيكل ده في ايه؟ متمثل في انه في فجوه بين ايراداتك ومصروفاتك، وبالتالي عندك عجز. يعني لما نيجي السنه الماليه الحاليه انت عندك عجز 319.5 مليار. العجز ده هتموله منين؟ هتستلف. طب ولما تستلف ايه اللي هيحصل؟ الدين هيزيد، ولما الدين ايه اللي هيحصل؟ الفوائد اللي بتدفعها بتزيد. فلما تيجي السنه الماليه دي وتقول ان انا عندي مقدر 670 مليار جنيه ايرادات، هدفع منهم ما يقترب من 300 مليار جنيه فوائد ديون. هو معقوله نمشي نكمل كده؟ معقوله ان انا اخد 300 مليار جنيه كنت ممكن اصلح بيهم التعليم واصلح بيهم الصحه واعمل بيهم حاجات كتيره جدا لتحسين، بدفع فوائد بس غير المليارات اللي بدفعها اقساط قروض. طبعا ده خلل، فهو بيقول لك لازم تصلح الخلل ده. ليه؟ لانك هتيجي يعني لما تيجي تقارن 300 مليار السنه دي فوائد بالسنه اللي فاتت 244، انت ماشي ازاي؟ لما تيجي تقارنهم بمثلا 2009 2010 كنت تحت ال 100 مليار فوائد، فطبعا ده وضع تراكمي عامله زي المتواليه الهندسيه كده، مش هتقدر تكمل كده. طب احنا عملنا ايه يا فندم؟ اذا فبيقول لك يعني احنا او يعني احنا كدوله، وهتلاقيها موجوده في برنامج الحكومه للعام المالي 2016-2017، هو ان انا انزل بالعجز اللي هو السنه اللي فاتت اعلن
يعني اعلن بتاعت 15-16 12.2 من عشرة انزل بيها ل 9.8 من عشرة ثم اتحرك في اتجاه نزولي. يعني ايه اتحرك في اتجاه النزول؟ يعني كل سنه الفرق ما بين ايراداتي ومصروفاتي يقل. لما يقل يبقى استلف اقل، لما استلف اقل يبقى الدين بتاعي يقل، يبقى الفلوس اللي باخدها من موارد الدوله ادفعها فوائد تقل مع الوقت. عاوزين نوصل لكده لان ده معناه اقدر كمان اشتغل في الاتجاه الاخر، اعمل مشروعات واعمل تنميه، اوفر فلوس بقى اخش بقى في الصحه، اخش في التعليم، اخش في البنيه التحتيه. فهو بيقول لك خفض العجز بتاعك او يعني احنا اوريدي حاطينها من الحكومه، حاطاها من الموازنه بتاعت السنه دي انها تنزل بالعجز من التارجت. او يعني من شوف البرنامج بتاعك انت عامل كده ولا لا، انت عامل كده فانت معانا على الطريق. انت اديت برنامج، انت اديته برنامج، بس هو البرنامج دوت ليه اهداف محدده، واخد بحياتك؟ زي مثلا انت كان عندك وضع ادى الى انه الاحتياطي النقدي مع الوقت تناقص جامد جدا. طبعا ده وضع خطير بالنسبه للدوله، بتستورد وحاجات اساسيه للشعب بتستوردها، فلو ما عندكش احتياطي نقدي هتستورد ازاي؟ صحيح. فوضع خطير، فلابد ان يحصل انك تبقى الوضع يبقى اكثر امنا عشان تقدر تلبي احتياجات الدوله من يعني احتياجاتها بان يكون عندك رصيد من العمله الصعبه. اذا لابد تبني احتياطي نقدي، لابد انك تبني احتياطي. اذا فانت محتاج تمشي كده في هارموني معين، سياسات ماليه وسياسات نقديه يمشوا مع بعض بحيث انه في نهايه فتره الاصلاح الثلاث سنوات ده اللي يحصل الاتي: الاحتياطي النقدي يتبني، عجز الموازنه اللي هو الفرق بين ايراداتك ومصروفاتك يقل، الدين يبدا ينخفض، معدلات النمو تبدا تزيد، فرص العمل تبدا تزيد، يبقى عندك ايرادات بدل ما بتدفعها فوائد تاخدها بقى تصرف بيها على الحمايه الاجتماعيه وعلى تحسين الصحه وعلى تحسين التعليم وعلى الخدمات العامه للمواطنين. طبعا اي اصلاح زي اي علاج احيانا لازم تشرب دواء مر علشان انك انت تعدي مرحله المرض او التعب او كده. تمام. واعتقد ده اللي احنا مرينا بيه، دي الفترة اللي احنا بنمر بيها حاليا ومحتاجة مننا مزيد من التفاهم علشان نعدي. لكن بص حياتك شوف انت اول ما بدأت وتاخد اجراء نظرة اليه ان هو صعب، لا مش عارف ايه، بدأت تبان لك مؤشرات ايجابية. بص على المؤشرات الايجابية اللي خارجة من القطاع المصرفي وشوف ازاي انت اتحركت خطوة قوية جدا، بدأت تاخد مؤشرات قد تكون يعني الحمد لله رب العالمين ماشيه في الاتجاه. ابرزها في تقديرك يا دكتور؟ ابرزها في تقديري البيانات اللي خارجه من القطاع المصرفي. يعني انا بالتالي قريت النهارده انه خلال الفتره اللي فاتت ديت في 1.4 من 10 مليار دولار دخلوا شريان القطاع المصرفي، البنوك تحديدا. ده ما كانش موجود. بدات يعني اتجاهات سعر الصرف تاخد اتجاه، يعني احنا بدأنا يوم الخميس بإيه والدنيا بعد كده الاتجاه بدأ يعني الأسعار الأقل. فأقصد أقول أنه بدأت تشوف في أموال جاية من بره داخلة سوق الأوراق المالية، فبتبص تلاقي السنة الأسبوع اللي فات يعني سوق الأوراق المالية عامل قيمة رأسمالية 90.5 مليار جنيه، زادت القيمة الرأسمالية للأسهم موجودة في البورصة 90.5 مليار. بدأ في نبرة تفاؤل في انه الاوضاع تتجه، لكن ان شاء الله بإذن الله اهم حاجة انه لابد يعني انتاجنا يزيد، الصناعة يعني العقبات اللي هي بتعوقها انها تتحرك للامام لازم كلنا نشتغل عليها، كل في مجاله، احنا في المالية هنا في وزارة التجارة والصناعة هنا في القطاع المصرفي، بحيث انه صادراتنا تزيد، بحيث انه نرشد وارداتنا على اساس انه مع الوقت الامور تبقى افضل. طبعا لو ربنا كرم ان شاء الله باذن الله وقطاع زي قطاع السياحة بدأ يقوم برضو ده شيء هيكون اضافة للاقتصاد. فيعني بنقول ان بعد العسر يسر، ان بعد العسر يسر. الحقيقه دكتور الحكومه المصريه الحاليه اقتحمت الكثير من القرارات الصعبه زي سيادتك ما قلت، وزي ما حضرتك قلت يعني بالتاكيد كل القرارات الصعبه بيكون ليها تاثير بشكل او باخر على المواطن. متى يشعر المواطن المصري بنتاج هذه القرارات؟
يعني هل احنا قدامنا فترة كبيرة ولا متوسط ممكن إلى حد ما يكون شهرين ثلاثة أربع شهور؟ يعني التجارب الناجحة في مثل هذه القرارات بتقول إيه؟ يعني هو المواطن المصري دلوقتي بيعاني من إيه؟ بيعاني من ارتفاع أسعار وبيعاني من سلع معينة ما هياش متوفرة بالحد الكافي، بيعاني من إن في بطالة، مفيش فرص عمل، وبالتالي لما نيجي نقول طب ده حصل ليه؟ حصل نتيجة الاختلالات اللي حصلت الفترة اللي فاتت. طب إزاي ده يتغير؟ إزاي ده يتغير إن الاقتصاد المصري جواه طاقات لكن أنت كنت خانقها وخبهتها؟ فأول حاجة إنك أنت تقدر توصل لمرحلة تحافظ على الاستقرار بتاع أسعار السلع والخدمات المتقدمة للناس. تاني حاجة إن ما يبقاش فيه اختناق في سلعة من السلع. ده معناه أن الدولة لديها الأدوات اللي هي تتدخل بيها عشان تقدر تحافظ على الاستقرار بتاع أسعار، لأنه أنت لما تيجي تقول الفترة الأخيرة يساهم بجزء كبير في الارتفاعات الضخمة دي أن العملة كانت بتتحرك بارتفاعات البنون، فكل واحد تكلمه يقول لك أنا سعر الدولار واخبتها. إذن لو أنت وصلت الحالة من الاستقرار في سعر العملة ممكن أن تصل إلى حالة من استقرار في أسعار السلع. توافر العملة كمان، توافرها بيخليك تقدر تجيب السلع والخدمات اللي محتاجها الناس، لأنك لو عندك نقص في توفير العملة هيؤدي طبعا إن تبص تلاقي مش قادر في الأرض مفيش، وده اللي أكيد الناس شعرته الفترة اللي فاتت. فالنهاردة البنك المركزي شغال على بناء انه يبني الاحتياطي النقدي المصري. بناء الاحتياطي النقدي المصري ده هيساعد في انه نقدر نوصل لاسعار مستقره، طبعا متغيره طالعه نازله بس في الحاجات اللي هو ممارسات عالميه انك بتتحرك في حاجه يعني معقوله، ويعني ما تؤديش الى اللي احنا شفناه الفتره اللي فاتت. فالحاجتين، الاستقرار في السعر معناه انه ممكن يعمل لي شبه استقرار في الاسعار، خاصه في الحاجات اللي انا بستوردها كسلع اساسيه. بستورد قمح، انا بعد بستورد جزء من احتياجاتي في السكر وهكذا، واخد بالك؟ زيت الطعام. طيب يا فندم، هو في حاجات احنا كمان يعني في حاجات مش قادر يفهمها. يعني على سبيل المثال اسعار السيارات، الحديد والاسمنت، الحاجات دي تقريبا اتضاعفت. ما هو وده راجع لايه؟ عشان هو كان بيجيب سعر الدولار بمرتفع، فهو بيقول لك سعر الدولار مرتفع، لذلك هتلاقي انه بمجرد ما بدا ينزل سعر الحديد نزل على طول 1200 جنيه في ليله. مخبتها. فارجع تاني على جزئيتين، جزئيه الاستقرار وجزئيه التوافر. خلاص. على الجانب الاخر احنا عندنا تضخم، ف يعني انا اعتقد ان شاء الله باذن الله لما نبدا نتحكم في العجز ونبدا ناخد العجز وننزل بيه، ده هيؤدي الى انه مثلا اسعار الفايده هتبدا تنخفض تدريجيا، هتبدا عمليه التضخم ومعدلاته تنخفض تدريجيا. بس كل زي ما حضرتك قلت كده ده هيحتاج شويه وقت عشان الناس تشوف اسعار. وعلى فكره هي مش اول مره، انت لو جيت حضرتك بصيت على اخر التسعينات بدايه الالفينات كانت نفس الملامح دي موجوده، والى ان استقرت 2003 2004 وكانت الامور يعني فضلت لغايه ثورة يناير. بعديها بدأت تستهلك الاحتياطي النقدي، بدأت الأجور ارتفعت، مثلا كنا بنتكلم في حاجة و90 مليار، بينا النهاردة بنتكلم 228 مليار. المعاشات كنا بنتكلم في حاجة و30 مليار، النهاردة بنتكلم في 168 مليار. بقت في حاجات كده يعني برضو الدعم. فأقصد أقول إن بقى عندك يعني فاتورة نفقات لازم توفي بيها، لازم توفيها، لازم تعمل الدعم وتدفع الأجور وتدفع المعاشات وتعمل استثمارات، ولازم دولاب العمل بتاع الوزارات والمحافظات يشتغل. كل ده محتاج فلوس، فبالتالي بقى عندك فاتورة نفقات. يعني لما نيجي نقول السنة دي انت عندك نفقات ب 975 مليار، واخبها ده. لكن طب وإيراداتك؟ إيراداتي المقدرة في الموازنة 670 مليار.
عادة ممكن ما تجيبهمش. ليه؟ لأنه النشاط الاقتصادي لسه ما قامش. فهنفترض مثلا لو أنت صرفت 975 وجيت زي مثلا السنة اللي قبلها، السنة اللي فاتت، السنة اللي قبلها أعتقد كنا حاطين 620، أنت هنا ب 500 وكسر، يعني مش فاكر الرقم بالظبط. لكن اللي أنا أقصد أقوله ده معناه العجز بيزيد. ولذلك السنة الماضية اللي انتهت في 30/6 اللي فاتت العجز بتاعنا كان حوالي 355 مليار. رقم مهول. واخد بالك؟ ده اللي هو الخلل الهيكلي في المالية العامة. وبالتالي حتى الدين العام قارب الناتج المحلي الإجمالي. واخد بالك؟ مشكلة. فقارب 3 تريليون. فطبعا كل الكلام ده اي جهه دوليه بقى بتتعامل معاك تقول لك لا الدنيا عندك كده مش متظبطه، ظبط الدنيا. فالحكومه في الموازنه بتاعت هذا العام حتى اهداف بالنزول بالعجز، حتى اهداف بالنزول بالدين، ولازم نستمر على كده عده سنوات. ده ممكن كمان مع تحرك النشاط الاقتصادي وزياده معدلات النمو، المواطن النهارده عاوز يلاقي فرص عمل لاولاده لكده. فده مش هيجي غير ان يبقى في استثمارات. فعلى سبيل المثال انت السنه دي بتتكلم في حوالي 145 مليار جنيه استثمارات. فيعني ده عشان يحرك اقتصاد. بس لو جت كمان استثمارات اللي هو بنقول الاستثمار الاجنبي المباشر، يعني قبل 25 يناير كان عندنا ما يقترب من 15 مليار دولار استثمار اجنبي مباشر. تمام. فانت عاوز تخلق البيئه اللي دي، ده فرص عمل، ومش بس فرص عمل، ده ايرادات للدوله. تمام. لانه بيدفع ضرائب والدنيا بتتغير. طيب الرئيس كان عامل اجتماعات اليوم وبالامس لمتابعه تنفيذ القرارات الاقتصاديه. يعني احنا فين؟ يعني ماشيين في الاتجاه الصحيح؟ بالتاكيد بعد القرارات الصعبه دي بيكون في عمليه تقييم للامور ماشيه ازاي. المرحله الجايه يعني ايه المتوقع فيها من الناحيه الاقتصاديه، من ناحيه رسم السياسات، من ناحيه قرارات الحكومه اقتصاديا، الدنيا يعني بتتحركوا ازاي؟ بتفكروا في ايه؟ هو بالتأكيد الرئيس النهاردة كان اجتماع ومبارح كان اجتماع، وبيتابع متابعة دقيقة يوم بيوم الدنيا ماشية ازاي ورايحة فين. والنهاردة فعلا كان الاجتماع بيطمن الرئيس الدنيا ماشية ازاي، والحمد لله يعني المؤشرات الحمد لله رب العالمين ماشية في الاتجاه الطيب. يعني برضو الرئيس النهاردة قال يعني اطمن من البنك المركزي من وزارة المالية مش بس على الأمور، ويعني كان تم الإشارة إلى أنه هناك فريق من الشباب، ودي بنأكد عليه، فريق من الشباب في البنك المركزي وفي وزارة المالية كانوا يقودوا مفاوضات مع صندوق النقد الدولي. يقودوا المفاوضات مع صندوق النقد. فريق من الشباب. ذلك الرئيس النهاردة قال الفريق ده يكون موجود معنا يوم 30، لأن ده نموذج من شباب مصر. لابد انه يعني يبقى المجتمع يعرف انه الحمد لله رب العالمين شبابنا بخير، وان شاء الله باذن الله دول اللي هيقودوا مصر. بالاضافه للملفات الاخرى، يعني الرئيس بيتابع الكسب يعني. بالتاكيد. طيب احنا بنسمع كتير عن موضوع الصناديق الخاصه، ايه حكايه الصناديق الخاصه وضمها للموازنه وعدم ضمها للموازنه وتاثيرها ايه على المجال الاقتصادي، طالما احنا بقى كحكومه بناخد قرارات صعبه خلال المرحله الجايه؟ الصناديق الخاصه هو في نوعين، صناديق خاصه وحسابات خاصه. تمام. ممكن تلاقي وزاره من الوزارات عندها صندوق صادر بقانون او بقرار جمهوري او بقرار من مجلس الوزراء او بقرار من الوزير المختص. قال في موارد ذاتيه تيجي تتحط في الصندوق ده، ومن الموارد دي حدد في القرار تتصرف فيه. موارد ذاتيه من المؤسسه، يعني اذا افترضنا انها جامعه القاهره مثلا عندها صندوق خاص باسم جامعه القاهره بيجي من مواردها الذاتيه مثلا. مواردها الذاتيه يعني مثلا ما تيجي تقول ايه انت حياتك جبت جامعه القاهره، اكيد عندها شعبه لغه او تعليم مفتوح او يعني حاجات كده، او تعليم مفتوح او مش عارف دعم الدراسات العليا او 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 او، دي اسمها صناديق. تمام. خلاص. ممكن طبعا الصناديق دي فيها فلوس بيتصرف منها على النشاط ده. ممكن تلاقي حساب خاص حد ادالك منحه. يعني انا اشتغلت فتره مساعد اول وزير صحه، فكان عندنا حسابات خاصه لبعض المنح من منظمه العمل، منظمه الصحه العالميه. تمام. من الامم المتحده لمقاومه الايدز او الكلام ده. فهو بيقول لك افتح لي حساب خاص احط فيه الفلوس، وبيتفق معاك على تصرف ازاي. ولازم يبقى في حساب خاص عشان يشوفها ويراجع لي ان هو محول الفلوس دي تتصرف بالطريقه الفلانيه. تمام. ممكن نبص نلاقي في هيئات اقتصاديه زي البترول،
زي المجتمعات العمرانية زي الاستثمار وكده بموجب قوانينها اللي أنشئت بيها ليها حسابات خاصة. تمام. ففيها فلوس. تمام. أخبر. بس مثلا ما أقول هيئة المجتمعات العمرانية هو بيمول عملية بنى مساكن وعملية كذا وعملية كذا، هيئة الاستثمار، هيئة البترول، فكل هيئة اقتصادية والقانون محدد إن يبقى عنده حساب إيرادات ومصروفات بتاع، فده حسابات خاصة برضه. لما تيجي تقول إن حضرتك بتروح تعمل الباسبور كويس؟ بيتاخد منك تأمين يوم ما ترجع الباسبور بيديلك فلوس، فده ما اقدرش اضمه للموازنه لان دي فلوس ناس محطوطه على سبيل الامانه حتى في لوحه العربيه. ففي حساب خاص. في حسابات خاصه مفتوحه هتلاقي فيها مبالغ اقل من 1000 جنيه. يعني عاوز اقول انه الدراسه المتعمقه تتطلب ان انا اجزأ. افرق بين كل حاجه. يعني لما تيجي تقول لي مثلا حساب خاص لمنحه او لقرض او لكده ما اقدرش اضمه للموازنه. لا طبعا دي حاجه ده شغل تاني ما الناس ده تعترض. الهيئات الاقتصاديه حساباتها بموجب قوانين. تمام. الا انك تغير القانون ده موضوع تاني. بس لازم. فانا اللي انا اقصده انه احنا كماليه مهمتنا نعمل دراسه كامله عن هذه السنه دي وهذه الحسابات الخاصه ونيجي في الاخر نقول طيب وزاره الزراعه عندها صندوق، طب نقعد بقى مع وزارة الزراعة ونشوف الأفضل إيه، أضم الصندوق ده بالكامل للخزانة العامة للدولة بدون ما يكون لي أي أثار سلبية أو كده على نشاط معين يتوقف أو ولا أخد جزء وأسيب جزء ولا إيه الأفضل. يعني هات حضرتك مثال، يعني إحنا لما جينا أعتقد وزارة المالية في أعتقد في 2012 أو كده عملت دراسة وكانت انتهت بإنها بتاخد نسبة من إيراداتها ونسبة من أرصدتها. فهتلاقي مثلا على مدار الثلاث أربع سنين اللي فاتت في إيرادات من الصناديق الخاصة دي دخلت لخزانة الدولة حوالي 17 مليار جنيه. نتيجة إنك بتاخد، يعني السنة دي مثلا بناخد 15% عن كل جنيه إيراد بيجيله أنا باخد 15%. السنة اللي فاتت خدت حاجتين، خدت 10% عن كل جنيه وخدت 25% من الأرصدة بتاعته. في الكل من الكل. فهو يعني انا بقول انه الدراسه المتعمقه عشان يعني ما يبقاش في نشاط وفجأة بانه انا لما ضميته اتلغى وبالتالي ايراده اتلغى. اكيد يعني أكيد. ده هتعمل مشكله، يعني هنعمل مشكله. فانا عاوز اقول ايه، لا ندرس وندرس بتعمق واللي نلاقيه افضل يتضمن للخزانه يتضمن الخزانه، سواء بشكل كامل او بشكل جزئي او طالما ده معين. افضل للمصر يتعمل ده. اصل البعض يعني كان طرح بفكره ان الصناديق الخاصه فيها تقريبا حوالي 36 مليار جنيه. بص حضرتك ده رقم يعني 17 مليار أو 18 مليار بالظبط، لو ضمت عليها الهيئات الاقتصاديه والحسابات الخاصه بتاعه المنح والقروض والتامينات الحيزه تمام كلها على بعضها 37 مليار. بس مطلوب زي ما حضرتك قلت دراسه متعمقه. انا اخاف بس انه النهارده لو انا ضميته فجاه النشاط وقف ما فيش ايراد يبقى انا ما استفدتش. وعلى فكره كثير من هذه الصناديق لديها عدد من الناس معينين، يعني تقريبا واصلين ل 180 الف، فاذا برضه لو ضمتهم هتضمهم وتديهم انت مرتبات بالباب الاول، فبرضه يعني لازم ادرس. يعني الصناديق دي بتجيب ايراد بتدي للناس دي مرتباتها وبتشغل نفسها، فيا ترى لو ضميته يبقى لازم اخد الناس اللي عنده اعينهم عندي. تمام. انا هعمل فيه هيعمل مشكله. يعني انا ما بقولش لا مع ده، انا بقول الاصلح نعمله. اذا كان الاصلح للبلد ان انا اضمه، اذا كان الاصلح ان انا اسيبه وقنن اوضاعه وراقبه افضل اعمل كده على اساس انه ما ارجعش اقول ايه يا ريت اللي جرى مكان. صحيح صحيح، ده كلام علمي دقيق. طيب هي عمليه الاصلاح زي ما حضرتك شرحت من كل المحاور بتتطلب تضافر كل الجهود من كل الجهات ويكون القرارات بتصب في معيار واحد بالتوازي مع الإجراءات الصعبة اللي خدتها الحكومة. إذا كنا بنتكلم على عملية دعم الاستثمار وبقى عندنا مجلس أعلى للاستثمار برئاسة الرئيس شخصيا وبيضم الحقيقة نخبة كبيرة جدا من كل المسؤولين من كل الجهات المختلفة، إيه المطلوب خلال المرحلة القادمة عشان نكمل الدايرة؟ عندنا إصلاحات اتعملت، عندنا قرارات صعبة خدناها، عايزين بقى مستثمرين أجانب وعايزين نشتغل على الأرض الواقع ويكون في ثقة دولية كبيرة بعد كمان ثقة البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي. إزاي نفعل هذه الأمور على أرض الواقع؟ يعني صدقني الناس عندها استعداد. الناس اللي بره. الناس اللي بره عندهم استعداد. لأنه مصر عندها يعني طاقة كامنة شديدة جدا. أنا ما بقولش الكلام ده لا كلام ولا بتاع، أنا بكلمك بمنتهى الأمانة وده الناس بيقولوه.
بس عندك مشكلة رهيبة في البيروقراطية. عندك مشكلة رهيبة في التعامل، يعني في الضبابية بتاع التفسير بتاع وتعقيد وتحليله وتعقيد والحاجات اللي هي السيئة اللي بتتم بطريقة بتخلي الناس تزهق. طب يا فندم احنا يعني ما بنشوفش يعني احنا لازم نتغير الأخرى. احنا لازم نتغير. طب احنا ما بنشوفش تجارب الآخرين في هذا الإطار؟ يعني حضرتك بتتكلم على البيروقراطية، احنا طبعا مقتنعين ان الكلام ده موجود عندنا 100%. طب احنا ما شفناش تجارب الدول الناجحة في هذا الإطار؟ يعني ليه مش بنتعلم منهم؟ المشكلة فين؟ المشكلة فينا. المشكلة فينا ليه؟ لو انت بتتكلم على القوانين احنا عندنا غابة من القوانين. لو بتتكلم على ان بدي مستعد بدي حافظ، بس المشكلة الراجل ده هيرجع يتعامل لما يروح يخلص ورق هيتعامل ازاي؟ هيتعامل ازاي؟ كمية التعقيدات اللي هتتعمل له ازاي؟ للدرجة يعني اللي هو ممكن يكره ويقول لك يا عم يعني انا يعني عاوز اقول لحياتك يعني انا مرة بتبقى بتدلل الناس دي يجي لك ليه؟ يعني حضرتك التحدي الكبير لمصر خلق فرص عمل. عندنا بطالة والتحدي الكبير خلق فرص. انا فاكر وانا بعمل الدكتوراه في انجلترا في الفترة 95 وبعدها كان بيقف توني بلير وكان رئيس وزراء بريطانيا، يعني اللي هو بيتفاخر قدام البرلمان البريطاني بأنه هو جاب 1000 فرصة عمل. شوف وصلت لإيه؟ عندنا في مشروع وافقنا له هيجيب 1000 فرصة عمل. أنت محتاج ملايين من فرص العمل. صحيح. ملايين من فرص العمل. أصبحت البلد مهيئة تماماً لكل الاستثمارات الخارجية. أنت كان عندك مشكلة كهرباء حلتها من جزرها الحمد لله رب العالمين. مشكلة الغاز الحمد لله في طريقها للحل. شبكة طرق وأنفاق اشتغل بشكل بتشتغل. رائع. يعني قوانين يعني عمال بتشتغل على تهيئة قوانين. لكن هي يظل النقطة المهمة. هنتكلم يعني كل حاجة الحقيقة. هي ظل النقطة المهمة. زي السائح بالظبط. السائح تروح أي دولة فيها سياحة بيشيلوا السائح من على الأرض شيل. لأن الراجل ده جاي يصرف. فالراجل ده جاي يخلق فرص عمل، فالراجل ده جايب لك فلوس عشان تعمل لك الاحتياط النقدي، فالراجل ده جاي عشان يشغل المطعم ويشغل سواق التاكسي ويشغل الفندق ويشغل ده ويشغل ده. ازاي ما تشيلوش من على الارض؟ ازاي تتعامل معاه باسلوب يكره ان يرجع البلد دي تاني؟ ازاي؟ طيب عشان بس الوقت انا محتاج استفيد من سيادتك ووجودك معانا وتشريفك لينا في كل النقاط. ما بعد اقرار قانون الخدمه المدنيه الناس بتتكلم المرتبات هتمشي ازاي؟ سواء في الجهات اللي بينطبق عليها قانون الخدمه المدنيه او الجهات اللي زينا في اتحاد الاذاعه والتلفزيون لا ينطبق عليهم الخدمه المدنيه. قانون الخدمه المدنيه صدر، القانون بينص على الخاضعين لهذا القانون بيحصلوا على علاوة دورية في الأول من يوليو كل عام مقدارها 7% من الأجر الوظيفي. يعني إيه من الأجر الوظيفي عشان نوضحها؟ إحنا كان عندنا الأول تعريفين للأجر. تمام. الأجر الأساسي والأجر المتغير. الأجر المتغير هتلاقي فيه معظم البدلات وفيه معظم العلاوات. كنت كل سنة بتدي علاوة وتنقل علاوة والكلام ده. بتدي علاوة على الأجر الأساسي. على الأساسي. زمان. فجيت السنة اللي فاتت قلت لا أنا هاخد الكلام ده كله أضمه للأساسي وبقى في عندي أجر وظيفي تقريبا تقريبا في المتوسط بيعمل 40% من الإجمالي. الأجر الوظيفي 40% من الإجمالي اللي هو الأساسي والحوافز والبدلات وكله. بيعمل تقريبا 40% من الإجمالي. 40-45%. يعني لو موظف مرتبه 1000 جنيه الأجر الوظيفي 500. تقريبا مثلا 400-500. تمام. واخد بالك؟ والباقي الأجر المكمل. فأنت حاطط 7% من الأجر الوظيفي دي العلاوة الدورية. كل سنة. كل سنة. في الأول من يوليو. بالنسبة للسنة المالية دي فأنت عندك من ما صرفتهاش لغاية دلوقتي. فهتيجي السنة دي سوري الشهر ده مع الاجر بتاع الشهر ده المفروض بتدي كل يعني مثلا من يوليو لغايه نوفمبر 5 اشهر، فالمفروض 5 × 7 = 35، يبقى المفروض بديله 35% من اجره الوظيفي الشهر ده، ومن الشهر الجاي ابدا بقى ماشي ال 7% فقط. تمام تمام. غير الخاضعين سنتقدم بمشروع قانون لمجلس النواب عشان نديهم العلاوه يعني يحصلوا على العلاوه الدوريه بتاعته. طب العلاوه الدوريه بالنسبه لغير الخاضعين للقانون في نسب ولا لسه في اقتراحات ومناقشات متعلقه بيها؟ يعني اول ما هنستقر هنعلنها، وفي النهايه هي رايحه مجلس النواب لان هو السلطه التشريعيه لاقرار. طيب اقتصاد مصر من خلال كل النقاط اللي اتكلمنا عليها
احنا في اي اتجاه يا فندم؟ يعني لو بتسالني انا كواحد شخصيا حاسس ان احنا يعني احنا كنا زي ما بتقول في عنق زجاجه كده احنا كنا تحت يعني جوه الزجاجه بس تحت فيعني احنا بدانا ننفذ من العنق بدانا ننفذ من عنق الزجاجه لانه كان خانق علينا خانقه سوداء قوي فانا يعني بقول ان شاء الله يكون الصعب عد. طب الناس يا فندم اللي كانت متعثرة أصحاب المصانع المتعثرة واللي عندهم مشاكل والمصانع التي أغلقت والناس اللي كانت بتشتكي من مفيش مواد خام مفيش عمالة مدربة مفيش يعني كان في مشاكل كده بنقابلها لما بنتكلم مع رجال الأعمال والاقتصاديين الحاجات دي إمتى الناس تحس إن بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة إن الأمور ابتدت زي ما حضرتك بتقول كده إن إحنا نخرج من عنق الزجاجة؟ هو كل حياتك بتقوله ده صحيح إنه في تحديات ومش هتتحل بين يوم وليله ومش هيكون في لحظه الاسعار بدات تنزل والتضخم بدا ينزل لا بس يعني المهم انك انت تكون ماشي في طريق صح صحيح فانا اعتقد ان احنا الحمد لله رب العالمين ماشيين دلوقتي في الطريق الصح في الطريق صحيح فالمفروض ان شاء الله باذن الله تدريجيا بنشوف المؤشرات بتاعت ان انا ماشي في الطريق صح فزي ما قلت لحضرتك انت لو ما كنتش يعني عملت الاجراءات الصعبه دي على الاسبوعين اللي فاتوا انت كنت شايف الدنيا ماشيه ازاي النهارده بقى في زي نوع من السؤال عن مصر لانه بقى في شهاده دوليه انه مصر ماشيه في طريق صح كمان عندنا كمان يا فندم البورصه ما شاء الله الامور يعني مختلفه جدا ما انا بقول لحضرتك عندك المؤشرات الايجابيه بدات تظهر الحاجه المهمه قوي انه يعني خليني اقول لحضرتك انت انتقلت من مرحله لمرحله انا كان يعني جاتني فتره بعد الاجتماعات بتاعه اغسطس بتاعه صندوق النقد الدولي رحت المانيا ورحت انجلترا وقابلت هناك وزاره خزانه بريطانيه وبرضه في المانيا فكانوا بيقولوا ده معناه انه خبر جيد جدا بالنسبه لاوروبا ليه لانه هم شافوا انه يعني بعيد عننا بقى اليونان لما كانت بتقع صحيح. كان اهم حاجه عندهم ان يجي صندوق النقد الدولي يشوف الوضع بتاع اليونان دي وممكن فعاوز يقول ايه ان مصر عندها برنامج والصندوق قاعد وبيعلن ان هو البرنامج بتاع مصر يعني ده كذا وان هو هيدعمه وان هو هيدعمه فده يعني في حد ذاته شيء كويس المفروض ان شاء الله ده ينعكس زي ما قلت لحضرتك على ان الناس تشوف بقى ايه طب انا اتحملت لا المرحله الجايه ان شاء الله باذن الله يكون فيها تحسن تدريجي وانا شايف انه اهم تحسن تدريجي ان تدخل استثمارات ان نبدا نشوف فرص عمل ان نبدا نتعاون كلنا عشان البلد دي تقوم وتتحرك للافضل في حاجات كويسه جدا اتعملت في حاجات لازم تتعمل كل واحد فينا عليه دور في مكانه لازم يتحرك فيه شرفتنا في هذا الحوار سعيد جدا بهذا الحوار بشكرك جدا الأستاذ الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة شكرا جزيلا لسعتك على هذا الحوار وأنتم مشاهدينا الكرام لكم منا كل تقدير حتى نلتقي في حوار خاص قادم بإذن الله شكرا لكم وإلى اللقاء